يا قطع التاتا مين عايز ساره؟ ساره واخده الواد وراحه فين؟ ما تسيبيه يلعب مع العيال. معلش يا هدى، اصل الحاجات الحلوه بتتعب سنانه. سنانه ايه بس يا ساره؟ سيبي الولد ده طفل يا حبيبتي، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما ينفعش والله. ماما انا عايزه نحط جوي. يلا يا حبيبي انا كمان عايزه اجي معاك. استنى بس يا حبيبي عماته، استنى هقول لك حاجه. خد يا بابا كل الحته ديت وبعدين ابقى اروح الحمام. خلاص بقى يا هدى. يحيى يا بقول لك انا عايزه اروح التويلت. يلا يا يحيى. يحيى انت فين؟ انا هنا. انا هنا. في ايه وفي ايه؟ ما تقول لهم يا يحيى بقى الحاجات الحلوه بتتعب سنان، واحنا لسه مظبطينها عند الدكتور. اه معلش يا هدى، عندنا بس شويه مشاكل في سنانه وكده. معلش عشان ما يكسبش ايد عمته. خد يا حبيبي، مالكش دعوه بماما وبابا. خلاص بقى يا هدى، انت ما بتفهميش. قلت لك بلاش بلاش، ما رضيتش تسمع كلامي وحبيت ترضي اخوك ومراته على حسابنا كلنا. مش مهم بقى يتحرق دمنا من اختك ولا ان العيال بقى يتريقوا على ابني. انت ليه مش عايز تحس بينا؟ انا كله كنت عايز ان ولادي ينبسطوا شويه. مش معقوله ان هم على طول مقفولين في امهم ولا بيشوفوا اصحابهم ولا بيخرجوا مع قرايبهم. مش عيشه يعني. انا فعلا انبسطوا، انبسطوا قوي كمان لما اختك بقى فضلت تضغط تضغط عليا عشان تضايقني، ولا مرات اخوك اللي نازله تصور فينا واحنا بنتخانق. دي حتى ما رحمتش ابنك، ومش بعيد انها تنزل له ستوري وبنطلونه مبلول. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ من امتى بتتكلم كده قدام الولاد؟ اطلعوا فوق، اطلعوا فوق. مش كده يا ساره، راعي نفسيه الولد. حتى البنت كده هتتعقد من كتر الخناق والزعيق والتنشنه اللي في البيت على طول. بعد كل طفح الدم اللي انا فيه ده، بقيت انا الوحشه اللي مش بتراعي نفسيه ابنها وبتعقد بنتها؟ ده انا وسطي اتقطم وانا في المطحنه دي ومحدش حاسس بيا. في ايه؟ ما انا كمان عامل زي الطرف الساقيه ومسحول في الشغل من الصبح بالليل عشان اكفي طلباتكم، ويا ريتني قادر. ما انا كمان اتخنقت، حس بيا شويه بقى. عشان احس بيك. ماشي يا يحيى، ابقى شيل الشيله دي بقى، ابقى اكل وشرب وغير وادي ادويه واعمل هوم ورك واجري على المدرسه لما ابنك يعمل مشكله، وراقب تصرفات بنتك، واصحى من عز نومك عشان تراقب ابنك تشوف دخل في غيبوبه ولا لا، واستنى قبله وبعد كل اكله عشان تقيس السكر، وقضي طول اليوم في المطبخ على رجلك، اعمل فطار وغدا وعشاء، وادي بنتك للتمرين، وبقى اقنع ابنك انه ما ينفعش يعمل زيها عشان هو مش زي اي حد، وبقى استحمل عياطه لما هو يعيط. ابقى شيل الليله دي بقى وحس بيا. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.